ولتسليط الضوء على مستجدات ثورة تشرين والقمع الحكومي، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الصحفي والإعلامي الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، مرحبا بكم. يعني كلما جد جديد في العملية السياسية المأزومة، تصعد القوات الحكومية والميليشيات هجماتها على المتظاهرين، ما سبب في ذلك أستاذ زياد؟ السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته، ورحمة الله. تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام في كل مكان. أهلا بك نعم، سيدي. هذا ديدن الحكومات المتعاقبة في العراق، وكلما تم تشكيل حكومة وكلما تم إقرار حكومة من قبلهم ومن أحزابهم وميليشياتهم ومن القتلة والمجرمين، نشاهد تصعيد أمني. سابقا كنا نشاهد السيارات المفخخة تضرب العاصمة بغداد والمحافظات العراقية مع كل تشكيل، بداية تشكيل أي حكومة جديدة، وهو صراع أحزاب. كذلك اليوم يصبون جام غضبهم على المتظاهرين السلميين الذين يريدون إنهاء ما بدأه الاحتلال الأمريكي قبل 17 عاما ولحد الآن، وإنهاء هذه الطغمة الفاسدة. واستغلوا الحقيقة الأحزاب والميليشيات مسألة الحظر ومسألة عدم التجوال ومسألة فيروس كورونا الذي انتشر في كل دول العالم ومن ضمنها نسبيا في العراق ايضا. انتظروا هذه اللحظه حتى يتم اقرار حكومه تم رفض مرشحها بشكل قاطع سابقا، وهو مصطفى الكاظمي. اليوم نشاهد ان المتظاهرين خرجوا في عدد من المحافظات العراقيه وفي العاصمه بغداد، ولكن يبدو بان المنهاج المثبت لدى القوات الامنيه ولدى الميليشيات، لديهم أوامر بإطلاق النار وفي استهتار واضح لدماء العراقيين، وبشكل لا يقبل الشك بأنها منهاج لدى كل القوات الأمنية وضمن الميليشيات والحشد كذلك. طيب أستاذ زياد، تعتقد كيف سيتم التعامل من جانب مصطفى الكاظمي في ملف التظاهرات في العراق، خاصة أن الحكومة السابقة حكومة عادل عبد المهدي لم تلبي مطالب المتظاهرين؟ هل تعتقد أن مصطفى الكاظمي يخطو خطوات جادة في صالح المتظاهرين أم ضد المتظاهرين؟ علينا أن نحلل المشهد أكثر. الحقيقة الكاظمي بدأ بسلسلة إجراءات لربما لامست بعض مشاعر المواطنين أو الطبقة معينة من المواطنين، والذين الحقيقة يريدون بصيص الأمل. ولكن الكاظمي كشخص، كشخصية الكاظمي، لا يستطيع أن يتعامل لا مع ملف المتظاهرين ولا ملفات الأخرى، لأن الكاظمي هو باختصار مجرد إنسان يعمل كجاسوس لدى الولايات المتحدة، ثم العمل في داخل العراق كمدير مخابرات، وهو عمل شخص متحكم به وليس هو المتحكم بالموقف. لذلك الكاظمي يبقى رهينة لصراعات الميليشيات والأحزاب، ولن يستطيع الحياد عن تلك الإرادات التي قامت بتنصيب الكاظمي وغيره من قبله عادل عبد المهدي. ولكن هذا لا يمنع بأنه يستعرض في تصريحاته، ولربما سيسقط في أول اختبار حقيقي وقتل المتظاهرين. نعم. اختبار حقيقي، وننتظر محاكمتهم إن كان صادقا. أستاذ زياد، تعتقد أن الحكومة الحالية ستبقى مصرة على موضوع استخدام الخيار الأمني، خيار السلاح للتعامل مع المتظاهرين؟ هذا ديدن، هذا منهج، هذا القتل وعدم السماع من قبل المتظاهرين ليس وليدة اللحظة، ليست وليدة هذه الثورة. هناك ثورة أخرى، ثورة الكرامة، أكثر من عام كامل يعتصم أهالي الأنبار وكركوك وصلاح الدين والموصل لمدة عام عامل في العراء، يعتصمون في الشوارع ويطالبون بإصلاحات تهم كل المواطنين العراقيين، ولكن لم تستمع حكومات المالكي وغيره والعبادي والحكومات التي سبقتهم، لم تستمع لإرادة ومطالب المتظاهرين إذا كانوا في كل المحافظات. واليوم أثبت لنا بالدليل القاطع بأن المواطن هو آخر هم الحكومات التي همها الوحيد هو الفساد والسرقة وحكومات المافيات التي تستولي على مقدرات العراق، وهذا ما شاهدناه الحقيقة. نعم. بشكل واضح عندما تجاهلت مطالب المتظاهرين منذ أشهر في بغداد وبقية المحافظات الأخرى الجنوبية. أستاذ زياد، الحكومة والأحزاب يعني تتصرف وتصرفت من قبل بمعزل تام عن الوضع المتأزم الحقيقي في العراق، لماذا تعمد الحكومة، يعني الحكومات المتعاقبة، على منهج التجاهل والتسويف تجاه مطالب المتظاهرين؟
ليس لها أي بديل وليس لها أي خيار آخر، لأنها تنفذ أجندة إقليمية وتحديدا إيران، وكذلك تنفذ إرادات الكتل السياسية التي لديها ميليشيات مسلحة، وهذه الميليشيات وهذه الكتل السياسية تحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل يتم سرقته من قبل أموال الشعب وبشكل واضح وصريح. ولعل المنظمات الدولية كانت أكثر وضوحا عندما صنفت العراق من أكثر دول العالم فسادا، فحيث ذكر أن حجم الفساد في العراق يفوق 1000 مليار، وهذا رقم خرافي. لا أعتقد نعم أن هناك دول تستطيع أن تصرف هذا المبلغ الذي ممكن أن يعيد طلاء العراق بالذهب حرفيا، يعني هذا الكلام، إذا كان لدينا هذا المبلغ الهائل لحد الآن ولم تستطيع أن تخدم هذه الأموال قطاع واحد مثل الصحة أو التعليم أو الجيش أو إلى آخرين من مؤسسات الدولة. بالعكس، كل ما موجود هو من قبل البنية التحتية التي خلفها النظام الوطني السابق والأنظمة السابقة في داخل العراق، التي بنت حتى الوزارات التي يديرون بها العراق الآن الطغم السياسية الفاسدة، هي وزارات وبنتها الحكومات السابقة في العراق، ولم يستطيعوا بناء حقيقي لبنى تحتية داخل العراق، وهذا ديدنهم والكل يعلم بذلك، ولعل الأرقام والوثائق المتناولة في السوشيال ميديا والإعلام خير دليل على ذلك. أستاذ زياد، يعني تحدثنا عن الحكومة تتصرف بنوع من التجاهل والتسويف، حكومة إثر حكومة، الوعود ذاتها تطلق، لكن إذا تحدثنا بالنسبة العراقيين كشعب والمتظاهرين أيضا، هل يمكن أن يقعوا مرة أخرى، أم أنهم يعني يقعوا في الفخ، أم أنهم تجاوزوا موضوع الوعود التقديرية؟ لعل ما يحدث اليوم، واليوم ما حدث والبارحة، خير دليل على أن الشعب العراقي أصبح أكثر وعيا ولم تنطلي عليه حيل القرارات واستعراض العضلات الذي قام به الكاظمي فور تسنمه إدارة حكم البلاد. ولعل مسألة الاتصال بأخيه أو وقرار بإقالة واستبدال قادة عسكريين، كل ذلك لم ينطلي على المتظاهرين الذين أيقنوا بأن ليس لديهم مطالب سوى مطلب واحد، وهو إسقاط العملية السياسية، لأن الكاظمي ولد من رحم هذه الأحزاب والميليشيات. أستاذ زياد، هناك دعوات أطلقها البعض للكاظمي، وذلك لمحاسبة قتلة المتظاهرين، هل بمقدور الكاظمي أن يفعل ذلك؟ هو ذكر ذلك وأمر حسب ما وصلني بأن يعتقل مجموعة مسلحة نعم باسم ثار الله إلى آخره، ولكن أين المحاكمة؟ أين الحكم؟ أين، يعني سابقا نتذكر بأن من يرتكب جرائم كبرى في داخل العراق يتم إعدامه في مكان عام وأمام الملأ وبمحاكمة علنية. اليوم كل القتلة والمجرمين منذ 17 عاما ولحد الآن يحظون بغطاء سياسي، يحظون بغطاء قانوني، يعني اليوم الذي يقتل لا يحاسب، الدم العراقي رخيص. لذلك نجد أن المتظاهرين يرفضون حتى ما استعرض به الكاظمي الذي يريد أن يعمل نفسه كقائد، ومسألة القيادة هي كاريزما ولا يستطيع القيام بها، رغم التوصيات الإيرانية البريطانية الأمريكية للكاظمي بانتهاج نهج جديد، ولكنه بكل تأكيد لأنه ولد من هذا الرحم، رحم العملية السياسية، لن يستطيع أن يقدم شيء ولن يستطيع أن يقدم القتلة للمحكمة العادلة التي تقتص من عندهم من أجل دماء العراقيين. من فيينا الصحفي والإعلامي زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.